Good morning everybody. صباح الخير جميعا طلابي الأعزاء. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا شرح لأول قطعة أدبية موجودة معنا في السنة الدراسية, A Green Cornfield by Christina Rossetti. اسم الشاعرة واسم القصيدة واسم الشاعرة. القصيدة موجودة بصفحة 123 ولازم نتبع على الدوسية. في اختلافات طبعا قبل لا نبلش ما بين القطعة الأدبية والقطع العادية اللي بنتعامل معها إحنا خلال السنة الدراسية, لأنه في شوية رسائل وشوية أسئلة مخفية بتكون داخل القطع الأدبية. الآن قبل أن نبلش في عندي مجموعة مصطلحات, ثلاث مصطلحات لازم أنا كطالب أكون عارفهم قبل لا أبلش دراسة في القصيدة. أول مصطلح لازم نتعامل معه اللي هو باون, اللي هي معناها قصيدة, لأنه هون ما بنتعامل إحنا مع قطعة عادية. And the second one is the poet, اللي هو الشاعر أو الشاعرة, في حالتنا إحنا شاعرة. Her name is Christina Rossetti. And the last one is the stanza. شو الستانزا؟ المقطع؟ مقطع الشعري. كيف يعني يا أستاذ المقطع الشعري؟ المقطع الشعري يعني إذا إحنا شايفين القصيدة عندنا مقسمة لأربع أجزاء وفي بينهم زي ما إحنا شايفين سطر فراغ ما بين كل أربع أسطر. هاي تعتبر ستانزا زي ما إحنا شايفين. هاي this is the first stanza, this is the second stanza, this is the third stanza, and this is the fourth stanza. في الامتحان طبعا ما بيجيني كامل القصيدة, أنا بيجيني فقط مقطع واحد عليه أسئلة. طبعا هون المجموع العلامات على القطع الأدبية هو 6 علامات. حلوة, 6 علامات. طبعا إن شاء الله بعد الشرحات نقدر نحصل 6 علامات بكل سهولة, لأننا رح نناقش كل الجزئيات الموجودة في القصيدة سواء كانت أسئلة مباشرة أو أسئلة غير مباشرة, يعني بتعتمد على فهمك لا القصيدة. الآن قبل لا نبلش في الأسئلة غير المباشرة, في عنا سؤالين مباشرات الطالب ممكن يتعرض لهم موجودات بصفحة 125. The first question is, what is the name of the literary genre or work from which the extract is taken? Now إحنا لما نحكي extract زي ما حكيت لكم, شو يعني extract؟ يعني مقطع مأخوذ من القصيدة وليس القصيدة كاملة. ومعنى السؤال, ما هو اسم القطعة الأدبية أو العمل الأدبي الذي أخذ منه المقطع اللي يعني قدامك في الامتحان؟ تمام؟ طبعا هذا الجواب عليه سهل جدا. إذا رحنا على صفحة 123 راح نلاقي اسم القصيدة أو اسم العمل الأدبي, هياته شايفينه, A Green Cornfield, والجواب أو نتدرب على الجواب كتابة وليس فقط لفظا. الآن ثاني سؤال ممكن يتم طرحه علينا وهو سؤال مباشر أيضا, What is the name of the poet؟ طبعا قبل شوي أخذنا أنه من المصطلحات اللي يجب معرفتها اللي هو poet. Poet اللي هو الشاعر أو الشاعرة, وهون بسألني عن اسم, ما هو اسم إيش؟ الشاعرة أو صاحبة القصيدة. طبعا برضو الجواب موجود عندنا بصفحة 123, كريستينا روزيتي. وبرجع بكرر التدرب على هاي الأسماء كتابة وليس فقط لفظا. الآن بالنسبة للأسئلة اللي شوي بتكون مخفية لازم نفهمها فهم. الآن طبعا أنا هون عملت لكم رسمة إن شاء الله تكون عجبتكم, but I'm not an artist, I'm an English teacher, but I'm trying to convey the hidden messages within the lines in this poem. Now ليش طب الرسمة؟ لأنه القصيدة بتنتمي لفن اسمه painting in words, الرسم بالكلمات. يعني الكلمات الموجودة هون والأسطر الموجودة هون يجب ترجمتها إلى رسمة عشان نفهم جميع العناصر الموجودة. نبلش في أول بيت من الأبيات, بيقول لي the earth was green and the sky was blue. طبعا هون أول شغلة أو أول شغلة مخفية موجودة عنا إنه حدا قدامه أو الشاعرة, طبعا هاي مش فزاعة يا أخوان, هاي عبارة عن الشاعرة, هي موجودة في الحدث. The earth was green and the sky was blue.
عندنا عنصرين، حدا طبعا موجود في أرض خضراء وسما زرقاء والجو بجنن. إذا أول شيء الثيم تبع القصيدة، شو يعني الثيم؟ الموضوع تبعها، يعني شخص موجود في بيئة خلينا نحكي ربيعية، أكيد بيكون كونتنت. شو يعني كونتنت؟ يعني راضي، يعني ساتيسفايد، يعني مبسوط. الشاعرة الآن بالمنظر هذا اللي هي شايفيته، هي الشاعرة الآن في جو إنها مبسوطة. She's not sad, she's not lonely, she's content, she's satisfied, she's happy. هذا أول hidden message أو hidden idea within the lines. The earth was green and the sky was blue. الآن كم item عندنا صار؟ The first item is the green earth. هاي أول شغلة. And the second item is the blue sky. أول item the green earth and the second one. بعرفش إذا اللون الأزرق هنا لو أنتو أزرق بجوز مش مبين بالتصوير، لكن عندنا العنصر الثاني a blue sky. الآن the second line is I saw and heard one sunny morn. رأيت وسمعت. الآن مدام الشاعرة رأت وسمعت، إذا هي جزء من الحدث. She was not far away from the cornfield. She was in the cornfield. يعني كانت موجودة داخل الحدث، موجودة داخل ورأت وسمعت كل شيء اللي بتحكيه هي سمعته، هي كانت شاهدة على الحدث نفسه. تمام؟ الآن I saw and heard one sunny morn عبارة عن اللهم صل محمد، هو رأيت وسمعت في إحدى الصباحات، احنا شايفين الشمس، يعني كانت الشمس مشرقة، وهذا بيأكد على إنه الثيم الموجود عندنا في القصيدة هو ثيم لشخص سعيد وليس شخص حزين أو وحيد أو يشكو يعني it is not gloomy، يعني الثيم تبعها مش حزين. تمام؟ هو ثيم لشخص راضي ومبسوط بالمنظر واللي بيشوفه قدامه والأشياء اللي بسمعها. طبعا عندنا الكلمة هاي كلمة مورن. مورن هي اختصار لكلمة ايش؟ مورنينج، يعني كانت الدنيا صبح، كانت الدنيا ايش؟ صبح. A skylark، السطر الثالث. A skylark hang between the two، ولا بنشوف فائدة الرسمة. A skylark، طبعا السكايلارك شو هو السكايلارك؟ السكايلارك هو ايش؟ القبرة. القبرة طبعا نوع من أنواع العصافير ذات الصوت الجميل، وهي زي ما احنا شايفينه بالرسمة. الآن هون شو بحكي لي؟ A skylark hang between the two، قبرة متعلقة ما بين الاثنتين. طيب حلو الكلام. How many items do we have؟ Two items. The first one the green earth. The second one is the blue sky. And the skylark hang between the two، متعلق ما بين الاثنين. هلا شو كيف يعني hang between the two؟ When does a bird hang between the earth and the sky? Just in one case, which is the skylark or the bird was ish was flying was ish was flying كان يطير، يعني لا مهدي على شجرة، لا نايم على الأرض، لا هو كان طاير. لا طبعا راح تنسأل عنه، هاي أحد الأفكار المخفية داخل القصيدة. A singing speck above the corn. الآن قلنا الأرض خضراء، قلنا إحنا الأرض مالها خضراء. طبعا سبب خضار الأرض بحسب القصيدة هو وجود حقل ذرة. هاي طبعا هون عنا corn، تعرفوا كيف أنتو الخضار بيكون في حقول الذرة. الخضار هذا هو عبارة عن حقل ذرة. A singing speck. speck طبعا أحد الشغلات اللي إحنا رح ننسأل عنها في الفوكابيولري، اللي هي معاني الكلمات، وده شايفين اصلا الكتاب او القصيده محطوط عليها كلمه سبيك بلون غامق. سبيك شو يعني سبيك؟ سبيك معناها ايش؟ بقعه. سبيك معناها ايش؟ بقعه. طيب اسالكم سؤال، ليش بنسمي الشيء بقعه؟ Why do we call it a speck? Because it's small، لانه هو صغير وليس كبير. يعني لو انسألت سؤال is a speck something big or small, your answer should be is it is something small. طبعا why did she call the bird or the skylark a speck? Now when we compare the size of the bird، لما نقارن بين حجم الطائر and the size of the green earth and the blue sky, it appears as a speck. هو يبدو كإيش؟ كبقعة مقارنة بحجم الأرض و
السماء العناصر الموجودة عندنا، كان عبارة عن بقعة صادحة أو بقعة مغنية، بقعة صغيرة ما بين السماء والأرض فوق حقل الذرة. نروح على الستانزا الثانية. A stage below، تحت العصفور اللي شايفينه إحنا، in gay accord، بتناغم مرح. accord معناها إيش؟ accord معناها، accord معناها إيش؟ تناغم. Now when we when something is in accord، لما نحكي عن شيء إنه متناغم، is it in agreement or disagreement؟ يعني هل هو شيء متوافق ولا متوافق؟ طبعا متوافق، لأنه accord تناغم معناها she is saying that the bird and the bird was singing and the butterflies below. White butterflies danced on the wing. كانت هنالك عدة فراشات ترقص بسرعة تحت العصفور، وكان بينهم تناغم. As if they were in agreement. وصلت الفكرة؟ الآن اللي بدنا نحكيه هون بحكي لي a stage below، تحت العصفور بشوي. In gay accord، بتناغم مرح. White butterflies اللي احنا شايفينهم عبارة عن فراشات بيضاء danced on the wing، كانت ترقص. طبعا هون الترجمة بتكون ترقص على الجناح، يعني they were not dancing on the bird of the wing. No, when we say on the wing it means fast، يعني كانت ترقص بسرعة، not quietly. This is the idea. They were dancing fast. And still the singing skylark soared، وما زال طائر القبرة يحلق. And silent sang can soar to sing، يعني كان العصفور بالبيتين هذول يعمل حركتين. واحد الحركة الأولى بيكون فيها singing يغرد، and the second one the bird is silent، بيكون إيش ماله صامت. شو بيحكي لي هون؟ sank اللي هو يعني عبارة عن الغوص أو النزول. الحركة الأولى بيحكي لنا كان العصفور يسوي حركتين، silent sank يعني وهو نازل العصفور لتحت بيكون إيش؟ silent and sought to sing، ويحلق ليغني. الحركة الثانية بيكون ماله العصفور يغرد. وصلت الفكرة؟ إنه كان الحركة الأولى يكون فيها silent and the second one was singing. The cornfield، نروح على السطر اللي بعده أو الستانزا اللي بعدها، السطر رقم 9. The cornfield stretched. Stretched يعني كان يمتد. إحنا شايفين حقل الذرة يمتد a tender green. شو يعني tender؟ tender يعني أخضر، ضبط إذا واضح يكون أخضر يانع. شو يعني أخضر يانع؟ إذا شايف هلا إحنا بعد شوي حتكون بداية الربيع، وحنشوف كيف العشب بيكون لونه أخضر. كيف بدي احكي؟ اخضر فاتح. طبعا this is a sign that sorry a sign for the, that the grass itself is fresh and young، يعني العشب الموجود عندنا هو اخضر، هو الخضار عفوا يدل على الشباب ويدل على القوة. تعرفوا لما يصير اخضر غامق يعني قرب يصير اصفر، يعني قرب يموت. Now this is a sign that the grass or the corn was fresh and young، يعني لسه في بداية الربيع إحنا. الآن to right and left beside my walks، إحنا شايفين هي بتتمشى بحقل الذرة، على يمينها كان حقل الذرة يمتد بلون أخضر يانع، وعلى شمالها كان يمتد حقل الذرة بلون أخضر يانع، يعني أخضر جميل. أخضر العشب أول طلعته بيكون قوي، بيكون strong، بيكون young، بيكون fresh. الآن كان حقل الذرة يمتد بلون أخضر يانع على يميني وعلى يساري. I knew، الشاعرة بتحكي لنا أنا لقد عرفت. He had a nest unseen. شو يعني nest؟ nest يعني عش. هو العصفور زي ما حكينا في المنطقة هاي بنزل وبطلع بنزل وبطلع، لذلك هي تعرفت بأن لدى العصفور عش. طبعا هون العش هاد الشاعرة بتحكي that she didn't see it somewhere. طبعا كيف عرفنا انه ما شافت الها؟ تقول لك I knew he had a nest unseen. شو يعني unseen؟ يعني غير مرئي، انا مش شايفيته. somewhere among the many stalks، في مكان ما بين ملايين. شو الستوك؟ الستوك هو، هلا نكتبها هون، ستوك اللي هو ساق النبتة. ساق، هلا شوي راح نفوت على تعريف ساق النبتة ونفوت على مادة الاحياء.
تعريف ساق النبتة. طبعا هي لم ترى ولكنه موجود ما بين ملايين سيقان الذرة في هذا الحقل الكبير. And as I posed, نروح على الستانزا الأخيرة. And as I posed, طبعا pose طبعا انتم عارفين اليوتيوب هلا اللي موجود عندك في زر موجود بالشكل هاد شايفينه؟ هذا شو هو؟ بكون كاتب لك تحته ايش؟ بوز، يعني الشاعرة توقفت، يعني to hear his song. Why did the poet stop؟ ليش وقفت الشاعرة؟ طبعا هذا أحد الأسئلة اللي تم طرحها في سؤال الوزارة، وسؤال يعني سهل جدا، سهل كان مباشر طبعا. And as I paused, why did the poet stop؟ To hear his song، عشان تستمع لمين؟ لأغنية العصفور أو التغريد الجميل تبع العصفور. Why the swift؟ swift طبعا هون كلمة swift دلالة على إيش؟ يعني swift برضو يعني معناها إيش؟ fast، يعني كانت دلالة برضو على إيش؟ على السرعة. Why the swift the sunny moments sled؟ هون شبهت اللحظات طبعا sunny moments اللي هي طبعا هي كانت الصبح morning، okay sunny moments اللي هي اللحظات المشرقة اللحظات الجميلة. سلد انزلقت، ما حست بالوقت الشاعرة. طبعا في تفسيرين، يعني التفسير الأول إنه الشاعرة جلست في حقل الذرة من كثر ما كان الوقت جميل من الصباح حتى المساء، انتهت اللحظات المشرقة يعني غابت الشمس وروحت على بيتها. والشغلة الثانية إنه هي قعدت فترة. السني مومنتس هون بيكون عبارة عن اللحظات الجميلة، وإحنا عارفين كيف الوقت الجميل ما بتحس فيه، لكن الوقت السيء الوقت اللي بمر عليك فيه بيكون عصيب، بتمر الساعة بسرعة وبيكون الوقت بتحسه طويل جدا. لذلك هذا تأكيد إنه الشاعرة كانت مالها was content، كانت راضية وكانت سعيدة مبسوطة، لأنه اللحظات اللي عاشتها في عقل الذرة هي لحظات جميلة، وكانت مستمتعة بغناء أو تغريد العصفور والخضار الموجود في الأرض والجو الجميل. While swift the sunny moments sled، انزلقت اللحظات السريعة بسرعة. Perhaps طبعا هنا لما نحكي إحنا كلمة perhaps، perhaps معناها إيش؟ ربما. هنا الشاعرة تتخيل، غير متأكدة من اللي بتحكيه، مش زي هون لما حكت I knew لقد عرفت، هي عارفة إنه في إله عش هون في المنطقة هاي، لكن هون هي تتخيل his mate sat listening long، بأنه شو يعني his mate؟ his mate المقصود فيها إيش؟ his mate اللي هو رفيقته اللي موجودة في العش، رفيقته الموجودة في العش sat listening long، جلست تستمع مطولا. And listened longer than I did، واستمعت أكثر مما أنا استمعت. هذا طبعا لو سألتك هلأ استمعت أكثر مما استمعت، مين اللي استمع أكثر؟ There were two listeners. The first one، المستمع الأول كانت الشاعرة لأنها استمعت، والدلالة إنه as I paused to hear his song. والمستمع الثاني هي the female skylark اللي هي أنثى القبرة الموجودة في العش. طب الآن هذا دليل إنه الشاعرة روحت ما ظلت، إنه رفيقة العصفور استمعت أكثر من ما استمعت الشاعرة. فلو طلبت من الطالب أنا بيتين أو إثبات إنه الشاعرة left the cornfield perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did، هذا دليل إنه الشاعرة غادرت حقل الذرة ولم تبقى في حقل الذرة. هيك بتكون القصيدة مالها انتهت. طبعا الرسمة هاي اللي موجودة عندنا راح تلزمنا بعد شوي عندما لما نحل ايش الأسئلة. طبعا أنا بعد إذنكم راح استعين في دوسية أخرى موجودة عندي، طبعا نفس الدوسية ما اختلف شيء، لكن عشان نتبع احنا نقدر نتبع ما بين الثنتين. نيجي على الأسئلة الأولى. طبعا احنا بنحكي عن صفحة 124 موجود الأسئلة بعد القصيدة. صح أنا بشتغل على دوسيتين، لكن فقط أنا عشان بشرح أحط القصيدة قدامي وأحل الأسئلة الموجودة عندي. الآن نيجي على أول سؤال طبعا في الفوكابيولاري اللي هي المصطلحات. خلينا نشوف شو اللي استفدناه احنا من الشرح. أول سؤال بيقول لي is a speck something big or small، هل البقعة شيء صغير أم كبير؟ طبعا هذا الحكي احنا مالنا جاوبناه وخلصنا منه. طبعا it is something small لأنها بقعة. طبعا هذا بيحكي كان عن حجم العصفور مقارنة بالسماء والأرض. طيب السؤال الثاني بيقول if something is inaccurate،
تمام؟ إذا كان الشيء في تناغم، طبعا إحنا جاوبنا هنا، إذا كان الشيء في تناغم is it in agreement or disagreement؟ أكيد it is in agreement، متوافق. The third one، إذا هيك واضح؟ نعم. Does كلمة tender suggest something if fresh and young ولا old and strong؟ أكيد fresh and young، قلنا كلمة tender معناها أخضر يانع، يعني تعني fresh and young. طبعا الله يرضى عليكم طلابي الأعزاء، هاي الشغلات مالها حفظ لأنها مباشر، السؤال فيها مباشر. طيب الآن السؤال اللي مو مباشر أو مذكور عنه في القصيدة شيء بالمرة، and we have to memorize it، لازم نحفظ حفظ. What does a bird do in a nest؟ ما الذي يفعله الطائر في العش؟ زي ما احنا شايفين هنا العصفورة الموجودة في العش، ما الذي تفعله؟ طبعا موجود عندنا الجواب احنا بصفحة 124. It lays eggs. It lays eggs، تضع البيض أو تركض على البيض، تضع إيش؟ البيض. طبعا هذا الله يرضى عليكم ماله حفظ، وصلت الفكرة؟ لأنه مو مذكور عنه شيء في القصيدة. الآن السؤال الخامس بقول لي which part of the plant is the stalk؟ قلت لكم بعد شوي راح نروح على الأحياء، وفعلا هذا اللي صار، لازم نعرف ساق النبتة، وطبعا هذا من الأسئلة اللي لازم نحفظها، هاي جوابه. خلينا نقرأه. يحكي لي it is the long upright part of the plant، بعرفش إذا واضحة، part of the plant that supports the leaf. The leaves عفوا، اللي هي طبعا الجزء المستقيم الطويل من النبتة الذي يدعم ايش؟ الذي يدعم الأوراق، هذا بنسميه ايش؟ الستوك. طبعا هذا بدنا نكتب تحته تعريف ساق النبتة. طبعا هذا برجع بحكي بقول ايش ماله؟ برضه حفظ، اتفقنا؟ آخر سؤال vocabulary، does swift mean slow or fast؟ وإحنا بنشرح على فكرة جاوبنا السؤال هذا في القصيدة، كلمة swift تعني something إيش؟ هياتها عفوا، كلمة swift تعني إيش؟ fast يعني إيش؟ بسرعة، اتفقنا؟ تمام. الآن في سؤال عنا يشبه سؤال الضع دائرة، يعني إذا تم طرح السؤال بطريقة ضع دائرة، السؤال اللي بعده اللي هو بيحكي عن الكومبريهنشن، الأسئلة الاستيعابية، يعني أنت يا طالب هل استوعبت المطلوب مني داخل القطعة ولا لا؟ الآن the poet describes how، الخيار الأول content سعيدة بما ترى، الخيار الثاني sad حزينة، الخيار الثالث الشاعرة كانت وحيدة. هذا الحكي طبعا جاوبنا إحنا لما كنا نحكي عن ثيم القصيدة، الشاعرة كانت إيش؟ كونتنت راضية، يعني حدا عنده أرض خضراء وسما زرقاء وصباح جميل وعصفور بغرد وفراشات بتتراقص أمامها، أكيد بيكون الثيم تبع القصيدة كونتنت، لذلك الجواب الشاعرة كانت مالها؟ كونتنت راضية، ساتيسفايد يعني راضي بما ترى. She feels as she walks through the cornfield. As she walks along, she sees a skylark. بينما كانت تتمشى رأت إيش؟ قبرة. هذا الحكي شفناه إحنا في الرسمة. هذا القبرة هلأ hang between the two حكينا، طلعوا بيعطيني ثلاث خيارات. خيار الفراغ الثاني شو بقول لي؟ Flying away from the cornfield، كان يطير بعيدا عن حقل الذرة. الخيار الثاني Flying in the sky، يطير في السماء. والخيار الثالث falling towards her، يتجه نحوها. انا وياك راح نجاوب دغري انه كان flying in the sky. طب شو دليلك؟ hang between the two، يعني الحاله اللي كان يتعلق، اذا شايفيها هيها hang between the two، يعني كان متعلقا ما بين السماء والارض، لا جاي متجه نحوها ولا يطير بعيدا عن حقل الذره، هو كان يطير يحلق يعني يرتفع وينزل في مكان واحد، لذلك الشاعره عرفت بوجود عش للطائر يختفي ما بين ملايين سيقان الذرة. طيب برضو شوف الرسم كيف فادتنا أو التوضيح كيف فادنا. الآن هذا العصفور اللي شافته الشاعرة كان يطير في السماء، ماله؟ It doesn't sing، لاحظ لا يغني، as it flies lower ولا إيش؟ higher. يلا تفضل جاوب. Silent sank and sought to sing، لذلك هو نازل doesn't sing يعني كان silent،
لذلك هون الجواب كان ايش هو كلمة لور. تمام، خلينا نظبط بس الكاميرا هيك ان شاء الله تكون الامور اوضح. يلا اللي بعده below it تحته بشوي، الفراغ الرابع تحته بشوي شو كان في عندي؟ butterflies. البترفلايز هاي ايش؟ كانت sit quietly جالسة بهدوء، move slowly تتحرك ببطء، or move quickly. نرجع على القصيدة إذا سمحتوا، شو بقول لي هون؟ white butterflies danced on the wing. وقلنا كيف بالعربي بنحكي على جناح السرعة؟ شين على جناح؟ بالضبط نفس الشيء، danced on the wing يعني إيش؟ fast. لذلك هنا الجواب شو بده يكون؟ كانت الفراشات مالها move quickly تتحرك بسرعة. الآن the poet knows that the skylark's nest، عرفت الشاعرة بأن عش العصفور is، أول خيار visible in يعني ظاهر للعيان شافته، hidden in خفي، ولا far away from بعيد جدا. جاوبوني من القصيدة، تشوف هنا عرفت الشاعرة I knew سطر 11 I knew he had a nest unseen. شو يعني unseen؟ حكينا مش مبين، لذلك الجواب هون شو بيكون؟ hidden in خفي the cornfield. she فراغ notices لاحظت imagines تخيلت knows عرفت that its companion. شو يعني companion؟ its companion اللي هي رفيقته اللي كانت في العش، كانت رفيقته is also listening somewhere in the cornfield. الشاعرة كانت عارفة 100% انه في إله عصفورة رفيقة أنثى تستمع لغنائه. طبعا الحكي هذا لا، هي مش كانت متأكدة. ليه؟ شو قلنا احنا؟ perhaps ربما his mate sat listening long. لذلك الشاعرة هون شو مالها؟ imagines that its companion is also listening to the somewhere in the cornfield. وضحت الفكرة؟ هذا بالنسبة للأسئلة الاستيعابية. الآن نروح على سؤال شوي ها فيه شغل. تمام، السؤال فيه شغل لأنه بيحكي عن أداة بلاغية يستخدمها الشعراء. طبعا أنا لخصته هون، طلعوا السؤال شو بحكي لي. السؤال بحكي لي عن إشي اسمه الجناس اللفظي alliteration. الجناس اللفظي في اللغة العربية ما بعرف بعرف زي مثلا زي ذهب وذهب راحة، ذهب راحة وذهب معدن نفيس، هذا أعتقد أنه الجناس لفظي. لكن هنا بيحكي لي السؤال الجناس اللفظي بيختلف في اللغة الإنجليزية، لكن خلينا نشوف. بيحكي لي هون the poet uses many examples of alliteration، استخدمت الشاعرة عدة أمثلة على الجناس اللفظي في القصيدة. find one example، طلع لي مثال. and what effect the poet is trying to achieve with this technique، وشو الفائدة من الجناس اللفظي اللي حصلتها الشاعرة في هاي القصيدة؟ خلينا نشوف جواب السؤال. طبعا الشباب وصبايا الله يرضى عليك، والجواب موجود، الانسرز موجودات. تمام، انا هون بحاول اوضح فقط شو المطلوب مني او اعرف شو الجناس اللفظي. هلا نبلش في examples from the poem، امثلة من القصيدة على ايش؟ على الجناس في القصيدة. طبعا في عندنا الأمثلة بتنقسم لنوعين، words كلمات أو lines اللي هي عبارة عن سطور متجانسة. الآن اللي بدي أعرفه لو قال لي طلع لي مثال، قال لي find one example of alliteration، طلع لي مثال على الجناس، يا إما بكتب له singing speck في سطر 4 هاي جناس، أو listening long بسطر 15، او listened longer line 16. هاي امثله على الجناس الكلمات، جناس الكلمات. الان بالنسبه لللاينز، اذا طلب مني مثال على الجناس في احد، قلت لكم الفكره ما بتيجي القصيده كامله، فلذلك احنا لازم يكون معرفي في كل امثله الجناس لانه ما بتعرف اي ستانزا بتجيك في الامتحان. نيجي هون على الحال الرابع على امثله الجناس، and still the singing skylark soared سطر 7، and silent sank and sought to sink سطر 8، while swift طبعا هاي كنت نسيها نزلتها، while swift the sunny moments slid line 14. هذول الله يرضى عليك. وطبعا مش حفظ،
مش احفظ السطر او احفظ الكلمة، هي حتكون اوريدي قدامنا. انا بهمني اروح على القصيدة اعرف وين الجناس، يعني لما اجي ادرس هاي القصيدة قدامنا. قلنا وين في جناس عندي؟ يلا سينجينج سبيك، وين السطر الرابع؟ هاي جناس. لاين 15 ليسنينج لونج، وين لاين 15؟ 10 11 12 13 14 15، هاي ليسنينج لونج، هاي مثال على الجناس. وضحت الفكرة؟ طب مثال على جناس الأسطر، answers the singing still the singing sky like، صوت سطر ايش؟ لاين 7، وين لاين 7؟ 5 6 7، هذا كلياته فيه جناس. وضحت الفكرة؟ الآن السؤال الأهم منه، إذا لاحظنا احنا السؤال مقسوم لكم قسم؟ قسمين. What effect the poet is trying to achieve with this technique؟ شو يعني؟ بقول لك ما هو التأثير الذي تحاول الكاتبة إيضاحه بهذه التقنية؟ يعني why do we use alliteration in poetry؟ لماذا نستخدم الجناس في الشعر؟ الجواب موجود. Why do the poets use this technique؟ لماذا يستخدم الشعراء هذه التقنية؟ أول فائدة: alliteration adds to the rhyme or the rhythm of the poem. يعني يضيف إيقاع أو قافية أو تناغم للقصيدة. And also links dissimilar words together، يعني ربط الكلمات المختلفة مع بعضها البعض. طبعا أستاذ أدوان أنت جايبهم من عندك؟ لا، طلعوا. إذا بروح على الدوسية بصفحة 125 بأسئلة الأناليسس التحليل بلاقي أول مثال سطر الأربعة هياته زي ما حكينا في الورقة، listening long 15، listened longer 16، وبيقول لي هون في بعض الأسطر فيها إيش؟ فيها alliteration سطر 7 وسطر 8 while swift doesn't manifest سطر 14. طب أستاذ فائدة الجناس من وين جبتها بالجواب؟ هياتها خليني أعلمها بقلم لون ثاني عشان تكون واضحة. هاي وظيفة الجناس، alliteration adds to the rhyme of the poem and also links dissimilar words together. هذا الجواب أنا اللي بدي. قلنا إحنا قبل شوي أمثلة الجناس ما بنحفظها، لكن فائدة الجناس أو وظيفة الجناس شو بدها؟ حفظ. ما حتكون قدامه، ما حتكون قدامكم، اللي هي alliteration adds to the rhythm of the poem and also links dissimilar words together. تمام، نكمل الآن. بالنسبة للسؤال الثاني بيحكي لي find two references. شو يعني two references؟ بدي سطرين مرجعين to another listener about from the poet herself. كم مستمع كان عندنا للعصفور اللي بيغني هون؟ المستمع رقم واحد اللي هي الشاعرة. السؤال بيقول لي هاي ما بدي اياها، انا عارفها. مين المستمع الثاني اللي كان يستمع لغناء العصفور اللي هو ايش؟ بيحكي لي طبعا، ومين هو لازم تعرفه. السطرين هم السطر اللي بدل على مستمع اخر، the two references. I knew he had a nest unseen، لقد عرفت بان له عشا مخفيا، اللي هو السطر رقم 11. والمرجع الثاني perhaps his mate sat listening long سطر 15. فلن طلب مني أنا أحط مرجعين أو سطرين دليل على مستمع آخر، بحط السطر رقم 11 زائد سطر رقم 15. طب عرف لي مين كان المستمع الآخر. مكتوب عندي The listener is the female skylark، المستمع الآخر هو أنثى. مين؟ أنثى القبرة. اتفقنا جميعا؟ تمام. الآن السؤال الثالث بيحكي لي How do we know that the poet leaves the cornfield before the skylark has stopped singing؟ مش اتفقنا احنا واحنا بنشرح انه الشاعرة غادرت في آخر سطرين إذا متذكرين؟ لذلك هياتهم سطر 15 وسطر 16 اللي هم دليل على مغادرة الشاعرة. Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. العصفورة صاحبته استمعت أكثر مما استمعت الشاعرة، لأنها الشاعرة مالها روحت. نيجي للسؤال المهم جدا، ها طبعا ما إجا لحد الآن في الوزارة. بقول لي rhyming words occur at the end of the lines in a pattern. The pattern is called rhyme scheme. The rhyme scheme اللي هي القافية تعيد القصيدة. عندنا في العربي قوافي في العربي، لما نيجي نحكي البحر الكامل، البحر
المتدارك، في بحور احنا لازم طبعا الشعر الاجنبي، احنا الشعر الانجليزي نفس الشيء، في له بحور لازم يمشوا عليها، مش بحور خلينا نحكي رايم سكيمز اللي هي عباره عن قوافي لازم الشاعر يلتزم فيها. طب كيف بدي اطلع القافيه انا للقصيده هاي؟ قلنا عندنا القصيده مقسمه لايش؟ لفور ستانزز. فور ستانزز، ستانزا رقم واحد اللي بلشت بتقول لي، طبعا هياتها قدامنا بلشتنا، بسم الله. The earth was green, the sky was blue. إذا شايفين أربع أسطر لأول استانزا، أربع أسطر لثاني استانزا، ثالث استانزا، رابع استانزا. بقول لي بصف الكلمات، لما نصف الكلمات الموجودة عندنا في آخر كل سطر زي blue, moon, two, corn، عندي مثلا accord, wing, sword, sing, green, walks, unseen, stalks, song, sled, long, ديد. هاي الكلمات ما فيها موسيقى، لما نلفظها بالشكل هذا ما فيها موسيقى. طبعا هون بقول بحكي لي انه القافيه الموجوده عندنا هي عباره، او الرايم، ذا رايم سكيم از ايش؟ خلينا نحكي لها اباب، هي طبعا اي بي اي بي. شو الاي بي اي بي؟ خلينا نشوف شو يعني اي بي اي بي. بنصف كلمة، طبعا انتم ما راح يجيكم كامل القصيدة هيك، انتم بيجيكم بس استانزا. إذا قال لك وات از ذا رايم سكيم ان ذا بوم، حتكتب له أباب. بس قبل لا نكتب أباب بدي أفهم شو يعني أباب أو أي بي أي بي. كم سطر عندي شباب وصبايا؟ السطر الأول، السطر الثاني، السطر الثالث، السطر إيش؟ الرابع. طبعا احنا حكينا في الامتحان متعامل مع استانزا، واطمنوا القصيدة ما فيها كسر، يعني في بعض القوافي موجودة A B C B ولها قواعد ثانية. انتو كل كل الستانزز الموجودة عندكم الأربعة القافية تاعتهم موحدة اللي هي ايش؟ A B A B. كم سطر عندي في كل ستانزا؟ خلينا نشوف، واحد اثنين ثلاث أربعة، هاي ستانزا رقم اثنين، 1 2 3 4 the third stanza، 1 2 3 4 This is the fourth stanza. تمام، هيك وضح. تمام؟ الآن بنيجي على أول استانزا. إذا لفظنا blue moon to corn ما حيكون عندي أي قافية. نوصل A، نطبق A B أباب. طيب A B A B، بنوصل السطر الأول مع الثالث، والثالث الثاني عفوا مع الرابع، شو بطلع عندي؟ blue to موسيقى، moon corn نفس الدقة، خلينا نحكي نفس الـ the same tempo، نفس الإيقاع. نيجي هون، يلا A B A B، A مع A و B مع B، شو حيصفي عندي؟ accord sword wing sing، نفس الشيء. يلا A B A B، A مع A و B مع B، green unseen walks stalks. نيجي هون، يلا A B A B، A مع A و B مع B، song long sled dead. لذلك القافية عندي ايش هي؟ أباب. طبعا أنا مشكلتي مش بس أباب، مشكلتي سهل جدا تكتب A B A B، مشكلتي لما يقول لي ايش؟ explain، وضح الرايم سكيم. أنت بدك توصل معلومة للمصحح انه معنى اباب السطر الاول مع الثالث، the first line and the third line rhyme together and so do the second and fourth، وكذلك يعني السطور الاولى من كل ستانزا والثالثه مع بعض بتعطي قافيه، والثانيه مع الرابعه بتعطي قافيه. طب استاذ هذا الجواب موجود عندنا في الدوسيه؟ نعم موجود، بصفحه 125 بيقول لك describe the rhyme scheme in this poem، بدك توصفها، بدك تعمل explanation. تمام؟ شو بيقول لي هون؟ أول جزء من السؤال إحنا مجاوبينه لكن موجود برضو هون. The rhyme scheme is أباب، A B A B، يعني القافية أباب. شو يعني؟ The first line and the third line brother، يعني إلهم قافية لحال، and so do the second and fourth، يعني السطور الأولى والثالثة من كل ستانزا لها قافية، والسطور الثانية والرابعة لها قافية. هيك احنا شرحنا القصيدة بشكل كامل. يعطيكم ألف عافية،
والله يحميكم ويحمي الأردن ويحمي الجميع، وأزمة بتمر وإحنا معكم للنهاية، ويعطيكم ألف عافية. سيو قريبا إن شاء الله، وربنا يوفقكم، قلوبنا معكم، إحنا دايما معكم.